شروط سجدة التلاوة. البعض يقول لا شروط لها، ولا تستلزم وضوءا ولا تستلزم توجها للقبلة، على رأي طائفة من أهل الحديث، لأن النبي لما نزل عليه فاسجدوا لله واعبدوا سجد، وسجد كل المسلمين الذين معه، وسجد كل المشركين الذين معه، ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء. إلا أن الجمهور يقولون يلزم فيها أن تكون متوضئا ومتوجها للقبلة أيضا.